أحسن الله إليكم. المرسل أبو فهد يقول: قبل 5 سنوات كنت غير محافظ على الصلاة ولا الصيام، وارتكبت ذنوبا كثيرة، حتى إنني في بعض الأيام صدر مني سب لله وللرسول وللدين 3 مرات متفرقة، وأنا الآن الحمد لله تائب إلى الله ومحافظ على الصلاة والصيام، لكني خائف ألا يقبل الله توبتي بعد تلك الذنوب، فبماذا توجهونني؟ الحمد لله الذي وفقك للتوبة، الحمد لله، وما دمت قد تبت توبة صادقة فإن التوبة تمحو ما قبلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعليك بالاستمرار على التوبة ولا يضرك ما مضى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فما دمت قد تبت إلى الله توبة صادقة فالحمد لله ولا يضرك ما سلف. وأما كونك تندم على ما حصل فهذا دليل على صدق التوبة، لأن من شروط التوبة الندم على ما فات، فهذه علامة خير والحمد لله. نعم.